النادي الآن صار جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيهم، كيف حالكم طيبين؟ أبشركم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى النادي الآن صار جاهز. بحط لكم تحت الرابط، الرابط هذا حق التسجيل المسبق، مسوين عرض بإذن الله للي بيسجلون قبل أن نفتح النادي، بنكون هنا إن شاء الله متواجدين، بنستقبلكم بإذن واحد لحد. أما بالنسبة لفيديو اليوم، فيديو اليوم ما قد تكرر ولا صار. أول شيء خلونا نحيي مدربين أكاديمية أوفور. يلا حي علي وطاهر. علي وطاهر ما شاء الله تبارك الله هم اللي بيكونون يدربون في الاكاديميه، ما شاء الله تبارك الله كلهم متميزين، عندهم سنوات خبره كبيره في هالمجال، فباذن الواحد الاحد انهم بيتوصون فيكم بشكل جدا طيب، بتتعلمون منهم اشياء جدا كثير. فاليوم بمناسبه ان النادي جهز وبمناسبه ان الشباب موجودين، فباذن الله هم بيصيرون الكباتن للتحدي حق اليوم. علي بيكون كابتن وطاهر بيكون كابتن، وحنا ان شاء الله بننقسم بينهم، لكن في شخص هو اللي بينظم الموضوع هذا بالكامل وبيضيف المتعة للتحدي. حيوا معنا وسيم. الله سلام. أقول جاهزين ولا مو جاهزين؟ جاهزين. يا سلام. حلو. فبإذن الله وسيم هو اللي بينظم الموضوع بالكامل. استغبيني سويت الحركة ذي. يمكن ما توقع المستوى القوي هذا. ففكرة التحدي جدا جميلة. اللعبة اسمها الضوء الأخضر والضوء الأحمر. طريقة اللعبة كالآتي: بيصير الحكم واقف قدامنا وبيلتفت، وحنا قبل لا يلتفت لازم نتحرك ونحاول ان نزبن او نتخبى خلف هذه الحواجز اللي ورانا. اذا وصل احد الفريقين قبل هو راح يكون الفريق الفائز. هذا بالنسبة للجولة الاولى. يعني لازم يوصل الفريق كامل يصير وصل النهاية؟ لا، اذا وصل واحد منهم الفريق فائز. اي واحد يمثل الفريق، واحد يمثل الفريق. اما بالنسبه للجوله الثانيه فبيصير التحدي بين الفريقين، الفريق هو اللي راح يلتفت على الفريق الثاني ويحاول انه يطلعه، واللي يوصل هو راح يكون الفريق الفائز، وبيبدلوا بين فرق. جميل، جاهزين؟ جاهزين. معليش المفروض الحكم هو اللي يقول. معليش جاهزين ابو جاهزين. جاهزين. طيب كبات الفرق القرعه بسرعه. يلا بسم الله. نط. جاهزين؟ جاهزين. اوكي. اوه والله متخبين مرة، متخبين ما اشوف اي واحد. دف الخصم. اوكي بدأ يوضح لي واحد. عثمان شايفك اطلع. عثمان شايفك اطلع عند الخط النهاية. شايفك. اها حلو. والله انهم كويسين. كأني شفت واحد. أشوف. مرة ما توقعت انهم سريعين زي كذا، ما شاء الله تبارك الله، فنقول مبروك علي. مبروك فريق علي في اول نقطة في الجولة الأولى. طبعا علي في نص المسابقة نام. ما تحرك نهائيا. رايق مرة. الحين نروح للجولة الثانية، واحد يكون يناظر والثاني يحاول انه يفوز. حجر ومقص بين الكباتن. اللي يفوز بيكون يبدا انه يناظر. روح واحنا عشرة ورقم قص. الو ابدا. طبعا في الجوله هذه الصافره بتكون عندي، لكن اللفه من عند الفريق الثاني، ومع كل صافره لازم هم يتحركون
ومع كل صافرة لازم هو يختار، وإذا مختار يطلع صح ولا لا؟ ويجي اللي بعده. واضح؟ طبعا انا بكون كذا، هو يكون انا بكون كذا عشان كذا تعطيني سكه اصفر له على طول. طبعا ليش انت تصير وجهك كذا؟ عشان تشوف تحرك ولا لا. يا سلام. في احد تطلع احسن. الازرق اللي عند زين فيه عمر. عمر الازرق اطلع يا عمر. انت تكمل ليه ما تحين تشوف في احد ولا لا؟ بدل يلا مع السلامة. عبد الرحمن بسرعة. عثمان ورا الزرقاء ذيك. عثمان اطلع يا عثمان. يلا يا شباب في احد ولا لا؟ دقيقة اصبر توي ناظر ان شاء الله يجيب. في تخمين يمكن يخمن. طاهر ورا الزرقاء ذي. وين؟ اطلع يا طاهر. طاهر ورا الزرقاء الواقفة. شافك ورا الزرقاء الواقفة. كيف شايف؟ واضحة. انا صنعت اللعب فيني. طلعت ركبتك طلعت ركبتك بالله ركبتك طالعة. تحدي تتحدى يعني نجيبهم واحد واحد ان شاء الله. بسم الله بسم الله. جاهزين؟ يا ابو يزن انت اشارتك انت اشارتك انت ورا الحاجة الكبيرة. مين؟ عبد الله شلوب. عبد الله شلوب. مو معقول صعب. اي والله صعبه صعب. يلا صعبه صح. اي والله اللي بعده مين الحين؟ يلا ورا الازرق ذاك عبد الرحمن. اي ازرق اليمين غلط. اي يلا تعال. مين الثاني عمر. بسرعه عمر تعال. اصبر معي كذا اصافه. بس انت تقول لي تاخرت كثير. انفكعت عيني اذني. ها ورا الخشبه هذه. مين حدد؟ دقيقه. هو علي. حدد على اليمين خشبه اليمين. علي في نفس الخشبه. يا سلام جابها. اطلع. صعبت صح؟ الله انا انفقعت اذني. ورا ال أربعة ورا هذه خطأ. خطأ. طاهر حبيبي تعال. عبد الرحمن باقي اخر واحد. طاهر ركز. انت تقول لي صفر. ها خليك سريع بكيفك. عبد الرحمن وين؟ هنا. يا سلام عليك. خطأ. يا ذكاء 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 خطط حبيبي. بالله ما تحرك ذكاء. وبيعز تتقدم. العب عليهم. سوري تتقدم وانت مكانك. يلعبون على الخطوط الخلفية ما شاء الله على طول. ولعب على يميني. لازم امشي تتحرك. لازم هنا يوصل. اهم شيء تتحرك. اذكياء والله. اذكياء اذكياء قاعدين يلعبون ورا. انا ارضك ارضك كابتن. نلعب مره ثانيه. زعلان. صورنا مين؟ لا جت استراتيجيه. هذه باذن الله بنلعبها مع المشتركين باذن الواحد لحن. باذن الله المشتركين باذن الله في اكاديميه توفيق البغركور بنلعب معهم اللعبه هذه، وبيكون كل مدرب باذن الله مع فريقه. جميل. بنسوي بطوله فيها. اوهو. ها ايش رايكم؟ حلوه باذن الله. وان شاء الله باذن الله بيكون في فعاليات كثير بالاكاديميه غير لعب الباركور باذن الواحد لحن. مش اسم الاكاديميه؟ اكاديميه افق. وين هي هنا؟ اي صح عشوه. افق للباركور. همتنا في الافق. الله عليك. والجميل اللي ورا الكاميرا هو اللي مختار الاسم. الله عليك. ما ودي اصوره. ما ودي. بغيت الف. ما يبغى يحسبوني انا مو انا. واحد ثاني.
جميل. وبكذا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسون تعطونا اعجاب عشان باذن الله نستمر على المحتوى هذا اللي انتم تحبونه، ولا تنسون الرابط تحت للتواصل على واتساب اللي يبغى يشترك في الاكاديمية، ولا تنسون تصلوا على النبي ومع السلامة. والله خايف اقول يا رب ما يكفطون الحركة، بس والله حلو.